لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب السياسي مصطفى حامد أوغلو. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. كيف تقرؤون التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده لا تدرس في الوقت الحالي فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة S-400؟ يعني الموقف الأمريكي يمكن أن نقسمه إلى قسمين. أولا قسم الجنرالات في البنتاغون، يعني وقد تم إيقاف يعني مشاركة تركيا، دور تركيا في تصنيع و التدريب على الطائرات 1035. هذا أصبح شيء مؤكدا وله توابع بشكل أكيد طبعا. لكن هناك أيضا موقف البيت الأبيض وخاصة موقف الرئيس الأمريكي الذي لا يزال غير واضحا صراحة. نعم كما ذكرتم هناك هذا التصريح، لكن أيضا هناك تصريح يعني آخر هو يقول سنرى ماذا سيحدث، يعني أننا ندرس هذه العقوبات. اليوم هناك يعني حزمة من العقوبات الكونغرس الأمريكي، وعلى الرئيس الأمريكي الالتزام يعني على اختيار يعني 5 عقوبات من أصل 12 عقوبة، يعني حزمة من العقوبات يستطيع تأجيلها ربما لمدة 180 يوم، لكنه لا يستطيع أن يؤجل أو يلغي هذه الحزمة من العقوبات. أكيد هناك نوع من العقوبات تتطبق على تركيا، هذا أمر يعني أصبح متوقعا من قبل تركيا. نعم. لكن هو الأمل أو ربما يعني التوقعات أن يكون هناك اختيار لأبسط هذه العقوبات التي لا تجعل العلاقة التركية الأمريكية تصل إلى نقطة يعني اللا نهاية اللا عودة. في هذا السياق كانت بالمقابل تحدثت مصادر تركية عن احتمال طرح بدائل لصفقة F-35، إلى أي مدى تظن أن تركيا ستلجأ إلى هذا الخيار؟ ما لا شك في أن تركيا قامت ب يعني عرض بعض المقترحات على أن هذه الطائرات يمكن أن يعني تكون ضمن منظومة يعني حلف الناتو، وهناك دول في حلف الأطلسي تمتلك مثل هذه منظومة الصواريخ. لكن التصريحات الأمريكية تقول أنه لا يمكن أن تتواجد طائرات الـ F-35 مع الصواريخ منظومة الصواريخ الـ S-400. لا يزال صراحة يعني الحديث مبكرا عن يعني إلى أين ستذهب يعني هذه المباحثات. هناك بعض الطروحات أنه يعني ربما يكون نوع من ربما يعني تغيير بالمواقف، يعني أو عدم استخدام صواريخ S-400 وإن كانت قد يعني أصبحت شيء واقعا، لكن في حال يعني تم عروض على تركيا يعني سخية وعروض يعني تعوض يعني الخسارة التركية من منظومة الصواريخ 400. نعم. كل شيء هذا كل شيء وارد للسياسة، لا يمكن يعني اليوم لا يوجد هناك شيء يعني لا يتغير في السياسة. أكيد أن تركيا بامتلاكها صواريخ S-400 أصبح لديها موقف قوي يعني تجاه كل الدول الأخرى. نعم. وأظن أن أمريكا تحاول ربما الخروج من هذا المأزق صراحة، مأزق بالنسبة لتركيا ومأزق لماذا مأزق لأمريكا؟ لماذا يعتبر مأزقا لأمريكا؟ كيف تفسر هذا الرفض الأمريكي؟ هل هو من منطلق أمني استخباراتي لعدم تعارض الصواريخ الروسية مع الصواريخ الأمريكية؟ أم أن الأمر استراتيجي بحت يتعلق بالتوازن في المنطقة؟ أولا هناك خلافات كثيرة ما بين تركيا وما بين أمريكا على كثير من الملفات صراحة. هذا إحدى الملفات يعني، وهناك يعني تصريحات أمريكية كانت تقول أنه يجب أن لا نختزل العلاقة الأمريكية التركية بالصواريخ، يعني منظومة الصواريخ وطائرات الـ F-35، أي يعني هناك محاولة لأن لا تؤثر هذا الملف أو الخلاف في هذا الملف على بقية العلاقات الاستراتيجية
ما بين تركيا وما بين أمريكا، لكن أكيد يعني عندما تمتلك تركيا مثل هذه الصواريخ هناك بعض الحجج، يعني الأمريكية تقول أنه لا يمكن، لأن هذه الصواريخ هي صواريخ استخباراتية تجمع معلومات، وربما يعني تستطيع أن تأخذ المعلومات عن طائرات ومن ثم استخدامها من قبل روسيا التي تعتبر هي العدو الأول بالنسبة لأمريكا. تركيا عرضت أن يكون هناك لجان عسكرية تناقش يعني هذا الأمر، لكن لم يتم الوصول إلى صراحة نتائج مشتركة. لا يزال أنا أقول أن يعني الأمر وإن كانت الصواريخ قد وصلت تركيا، والتصريح رئيس الجمهورية أنها يعني النهاية ستكون في نيسان القادم، هذا دليل على أن هناك لا يزال متسع من الوقت لمناقشة كل هذه الأمور. شكرا. لكن أيضا امتلاك تركيا للصواريخ وجعل يعني الطرف الأمريكي يرى جدية صراحة تركيا، وأن هذا الأمر قد أصبح واقعا، ومن ثم سيكون التعامل مع تركيا بناء على هذا الواقع الجديد. وأكيد أمريكا لن تستطيع أو هي لا تريد أن تتخلى. أشكرك الكاتب السياسي التركي مصطفى حامد أغلو، المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.